يعتبر أحد أكثر أنواع التسوس خطورة، إذ قد يتطلب في بعض الحالات دخول هؤلاء الأطفال الرضع إلى المستشفى. ويقول الأطباء إن تسوس أسنان الأطفال الرضع يعتبر خطرا على صحتهم، لأن تكرار شرب الحليب والعصائر بالزجاجة يمنح الجراثيم فرصة مناسبة لمهاجمة أسنان الأطفال، ويهيئ بيئة مناسبة لالتهابات اللثة. ويمكن للأهل حماية أطفالهم من تسوس الأسنان من خلال المحافظة على نظافة الفم، بالإضافة إلى زيارة الطبيب بشكل روتيني، على أن تبدأ بزيارة واحدة في السنة الأولى من عمر الطفل. ومعنا من دبي الدكتور أحمد عامر، اختصاصي طب الأسنان والتجميل. أهلا، صباح الخير دكتور أحمد. بالفعل يعني نسبة إصابة الأطفال بتسوس الأسنان نسبة عالية، خصوصا في منطقتنا العربية، نتحدث عن الأسباب. ده حقيقي، ده بيعتبر أكتر مرض بيصيب الأطفال على الإطلاق، مش بس الأمراض التنفسية، أكتر مرض على الإطلاق بيجي في الأطفال وحديث الولادة كمان. هو العدوى ببكتيريا المسببة لتسوس الأسنان. الأسباب زي ما تفضلت وقلت، وأنا سامع الريبورت من قبل تفضلت بيه، إن ترك الأطفال بالحليب، زجاجة الحليب للسرير لما بيروحوا في النوم، وحتى صدر الأم، حتى لبن الأم كمان لازم تنظيف الأسنان، حتى في حليب سن الأطفال الأم، يعني الأم حتى أيوة، و الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية طبعا. تنظيف الفم عموما من البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان لازم يتم حتى قبل ظهور أول سن، عن طريق من المحارم القطنية الناعمة، الأم بتلفها على صباحها وبتقوم بتدليك اللثة اللي مش موجود فيها أسنان حتى، لأن تواجد البيئة المناسبة لنمو البكتيريا دي بيسبب بداية تسوس الأسنان مباشرة مع أول ظهور سن لو البكتيريا دي موجودة في الفم قبل ظهور الأسنان. تقبيل الأطفال كمان على الفم، تقبيل حديث الولادة ده تقبيل الأطفال على الفم. كيف يعني دكتور؟ يعني أنه التسوس هو عامل ربما يكون داخلي بسبب غذاء الطفل، نوع العصائر، حتى حليب مثلا، سواء حليب الأم أو حتى حليب البودرة ممكن المشترى من السوق، ولكن تقبيل الأطفال هو إحنا بنتكلم تقبيل الأطفال، لأن في نقل للبكتيريا المسببة. هو التسوس بيجي من شقين، في بكتيريا مسببة لأحماض بتاكل جسم السن، أو أحيانا لو في سوء تغذية جسم السن بيتخلق ضعيف، إنما في غالب الأحيان بيكون البكتيريا المسببة لتسوس السن هي السبب الرئيسي للتسوس. فبالنسبة للبالغين، لما سواء الأم أو الأب أو أي شخص تاني بيقبل حديث الولادة أو بيقبل الأطفال على الفم، إمكانية نقل البكتيريا المسببة للأحماض اللي بتسبب تآكل طبقة المينا وبداية التسوس بتبدأ من الفترة دي كمان. فالنصيحة إن في الأطفال حتى قبل بداية ظهور الأسنان، إن الأم تقوم بصورة دورية بتنظيف الفم عن طريق زي ما قلت محارم ناعمة تلفها على صباحها، وبعد كل وجبة رضاعة بتقوم بتدليك كل اللثة اللي ما فيهاش أسنان لسه حتى، إنما ده بيدينا واحد إن كمية البكتيريا اللي موجودة داخل الفم بنتأكد إنها بتكون أقل ما يمكن. نمرة اتنين، بتعود الطفل من السن ده إن في شيء بيخش جوه الفم للتنظيف بشكل مباشر. طيب، فلما يبدأ يكبر ويظهر العمر اللي يبدأ يستخدم فيه الفرشاية مش هيتعارض مع المعادة. دكتور أحمد، هل ترجع السبب الرئيسي إلى جهل الأهل في العناية بأسنان أطفالهم؟ يعني الموضوع غريب، الآن في الفترة الحالية تحديدا ومؤخرا تغيرت، لربما نتحدث عن معجون الأسنان، نتحدث عن فرشاة الأسنان وطريقة العناية فيها، يعني حتى أصبحت جاذبة سلام، يعني وتسهل على الوالدين، ونكهات أيضا فيها، في بنكهات حتى حلوة. صحيح؟ يعني صح، استسيغها أنا في بعض الأحيان. هو طبعا تواجد الأدوات اللي تساعد الأب والأم على
إقناع الطفل بالحفاظ على النظافة موجودة، بس هي خليط زي ما قلت من معلومات ناقصة، والحقيقة ناقص كمان في دور أطباء الأسنان في نشر المعلومات الحقيقية للمجتمع والتواصل المجتمعي مع الأفراد لنشر المعلومات الصحيحة. نعم. كمان الأفراد على المسؤولية الشخصية لازم يقوموا بزيارة طبيب الأسنان، لازم يروحوا ويتساءلوا طيب. إيه اللي ممكن نقدر نعمله للأطفال ولنفسنا. طيب دكتور، أنا أود أن أسألك، كنت قرأت أنا معلومة قديمة لا أعرف إن كانت هي صحيحة، أن نوعية اللعاب هي التي تساهم في إصابة الشخص سواء كان طفل أو كبير يعني بالتسوس أكثر من غيره، هناك لعاب قلوي حمضي، هل هذا صحيح؟ انت كلامك قريب من الصحة، انما هي نوعية البكتيريا المتواجدة في اللعاب. اللعاب بيلعب دور، نوعية اللي تفضلتي بيه انه حمضي او قلوي بيلعب دور في ترسيب طبقة الكلس الجير على الاسنان اسرع من الطبيعي لو هو اكتر حمضية، انما وجود التسوس بيلعب دور اساسي في نوع من انواع البكتيريا مش نوع الحمضيه او قلويه اللعاب. نعم. اذا من فضلي. دبي طبيب الاسنان وطبيب طبعا اختصاصي طب الاسنان والتجميل دكتور احمد عامر، شكرا جزيلا لك دكتور. أهلا. احمد شكرا لكم. اهلا.